بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه مصر للتعليم الفني، اهلا ومرحبا بكم. حلقه اليوم مخصصه لطلبه الصف الثاني نظام الجدارات قسم تبريد وتكييف الهواء. هنتكلم النهارده على الوحده التاسعه. الوحده التاسعه بتتكلم على الدائره الميكانيكيه للثلاجه النوفروست. طبعا احنا ابتدينا العام الدراسي واتكلمنا على الوحدة الثامنة، كانت بدايتنا في الشغل في العام الدراسي، واتكلمنا على الدائرة الكهربائية للتلاجة النوفروست، وخدنا كل حاجة في الأجزاء الكهربية ونظرة العمل، وخدنا حاجة حاجة من الأجزاء ديت وشرحناها بالتفصيل واختباراتها. خدنا مثلا السيرموفيوز، سيرموديسك، سخانات واختباره، خدنا التايمر، وخدنا تحديد أطراف التايمر عشان أقدر أوصل طبعا محرك الضغط واقدر اوصل السخان بالتايمر. طبعا كان موضوع مهم جدا، وكان لازم ان احنا مثلا نختبر الكلام دوت عملي في المدرسه عشان نكون فاهمين الموضوع دوت كويس جدا. احنا النهارده هنتكلم بقى، نستكمل الموضوع دوت بالدائره الميكانيكيه. الدائره الميكانيكيه هنتكلم على كل حاجه متعلقه بالدائره الميكانيكيه، وعندي موضوع مهم جدا موجود في الوحده ديت، وهي خريطه البي اتش ديجرام، اللي هي خريطه الضغط والانصال بي. تمام، موضوع مهم جدا ومحتاج ان احنا نفهمه كويس جدا، اللي احنا بنتكلم ان احنا بنخش بخريطه في الامتحان وبنبتدي نطلع من عليها بعض النتائج عشان اقدر اعوض بها بالقوانين. فلازم الموضوع دوت نفهمه كويس جدا، وكان لازم يكون عندي الخريطه ديت موجوده معايا واقدر اشتغل عليها واعرف كل حاجه فيها. طبعا لازم افهمها لان عندي مجموعه خطوط كتير جدا، خط الضغط وخط الانصال والحجم النووي ودرجه الحراره. الحاجات دي لازم افهمها واعرف افرق بين الخطوط ديت وبعضها عشان اقدر اشتغل على الخريطه. ما ينفعش اشتغل على خريطه واطلع نتائج وانا عندي في خطوط انا متلخبط فيها. لازم اعرف الخطوط بتاعت الانتروبي، الحجم النووي، درجه الحراره، الانصال بي، الضغط. لازم الكلام دوت يبقى واضح معايا ومتدرب عليه كويس جدا عشان اقدر اشتغل عليه. تمام، النهارده عندنا الوحده التاسعه بنتكلم، موجوده معايا خمس مخرجات. هنتكلم على اربع مخرجات موجوده من اول اجراء عمليه الصيانه لحد ما اوصل لعمليه الشحن والتفريغ. اول موضوع هنبتدي معانا اللي هو المخرج رقم واحد، اجراء الصيانه الدوريه اللازمه للدوائر الميكانيكيه للثلاجات المنزليه المركبه النوفروست. نبص كده مع بعض، وطبعا هناخد اسئله في الاخر خالص، نشوف بس موضوع الوقت بتاعنا. يلا كده نشتغل على المخرج الاولاني ونتكلم فيه، والنقاط اللي موجوده فيه هي انواع الثلاجات المنزليه المركبه، ومقارنه بين الثلاجه العاديه الديفروست والثلاجه النوفروست، ونظام صرف الميه الموجود في الثلاجات النوفروست. وناخد نشاط كده بسيط نجاوب عنه في نهايه المخرج الاول. انواع الثلاجات المركبه، اول حاجه الثلاجه يوجد منها نوعين. في عندي ثلاجات بيتم اذابه الصقيع بها يدويا، اللي هي الثلاجات الديفروست، وعندي الثلاجات النوفروست. نبص كده مع بعض في البداية، عندي التلاجة النفروست والتلاجة الديفروست. ايه بقى موضوع التلاجة الديفروست والنفروست؟ الديفروست اللي هو بيتم اذابة الصقيع بها يدويا، يدويا. التلاجات اللي هي القديمة اللي هي البابين، بنبص كده كل فترة بنلاقي فيه تكون ثلج على ملفات المبخر. طبعا الثلج ده لما بيزيد بيقلل من معدل انتقال الحرارة بين المبخر والهواء، وبالتالي بيقل عملية التبريد، والحل بتاعها لازم اعمل عملية اذابة للتلج ده. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنسيب مثلا التلاجة، افضي المنتجات اللي موجودة جواها كلها، اطلعها واسيب التلاجة وفاصل التيار الكهربي واسيبها موجودة فترة كده، وانا فاتح باب الكابينة وباب الفريزر. تمام، عشان يحصل انتقال حرارة من الهواء اللي موجود والتلج، والتلج هيسيح، وبالتالي اقدر اعمل عملية الاذابة للتلج. عملية الاذابة دي بتتم مثلا كل مثلا شهر شهرين، الكلام ده لازم اعمل اذابة للتلج، وده كنا في البيت كلنا عارفين الكلام ده. طب ايه الفرق بقى بين التلاجة الديفروست والنفروست؟ النفروست هو بيتكون تلج بس بيتم عملية الاذابة عملية اوتوماتيكية بدون تدخل ليا، وبالتالي انا مش بلاحظ التلج دوت ولا بشوفه. تمام، يعني بيعمل ايه؟ يعني بيشغل لك دائره تبريد فتره تقريبا 8 ساعات على كل ديزاين بتاع كل ثلاجه، 7 ساعات 8 ساعات 6 ساعات بيشغلها لك، دي فتره اسمها فتره التبريد. تمام، بعد كده بتيجي بقى فتره اذابه الصقيع بمفاصل الضغط، استنى بقى كده شويه ماشي، ومشغل لك السخانات. لو في عمليه في ثلج موجود السخانات يقوم عامل عمليه ايه؟ اذابه. تمام، واتكلمنا قلنا السخان ده بيتوصل معاه بالتوالي سيرمو ديسك، عشان لو عملية الإذابة دي تمت في أول مثلا 5 دقايق، مثلا لو الإذابة كلها فترتها التايمر بيديها مثلا 20 دقيقة،
لو عملية الإزابة دي تمت في 5 دقايق ما سيبش السخان شغال باقي ال20 دقيقة، هرفع درجة الحرارة ليه؟ ما أنا عملت إزابة للتلج خلاص. فأنا حاطط الثرموديسك، لو درجة حرارة ملفات المبخر زادت عن الحد المطلوب ووصلت مثلا 10 أو 12 درجة مئوية، كده معناه إن التلج عملته إذابة. فأنا بقول للثرموديسك أنا وهو تمام، أنا بوصله بالكنترول، بوصله بالتوالي مع السخان، افصل السخان، افصل السخان، وبالتالي بيداني فترة إذابة الصقيع السخان فيها فاصل باقي الايه ال15 دقيقة. وطبعا دي حاجة كويسة جدا ان انا احط سيرمو ديسك. وكمان كنا حاطين مع السيرمو ديسك سيرمو فيوز عشان يكون حماية اكتر لو السيرمو ديسك دوت حصل فيه مشكلة. يبقى كده احنا عرفنا الفرق بين التلاجات الديب فروست والتلاجة النفروست، إذابة الصقيع بالطريقة اليدوية، وهنا إذابة الصقيع بالطريقة الأوتوماتيكية عن طريق تايمر وسخان. تمام، دي بالنسبة للعلاقة بينهم أو الفرق بينهم. تمام، إذابة التلج في التلاجات الديفروست بيتم يدويا بفصل التيار الكهربي. تمام، وإذابة التلج على المراية برضو بيتم أوتوماتيكيا بعد كل فصل للثرموستات. دي بالنسبة للمراية. أما بالنسبة للمبخر بيتم عملية إيه؟ يدوية. أما بالنسبة للتلاجات النفروست طبعا بيتم كل فترة زي ما احنا إيه شرحناه من شوية. طبعا توزيع المأكولات داخل الكابينة مهم جدا عشان انتقال الإيه الحرارة. يجب التوزيع الجيد للمأكولات داخل التلاجة بما يضمن حركة الهواء البارد بطريقة صحيحة بين المأكولات ليقوم بتبريد جميع المأكولات. نظام صرف المية. تمام، نظام صرف المية نفهمه كده كويس مع بعض. لما بيتم عملية الإذابة بيتم تجميع المية المذابة اللي هو التلج بقى اللي هو المذاب، التلج المذاب بتجمعه في حوض، والحوض ده بيبقى اعلى الضغط وبستفاد من درجه حراره الضغط المرتفعه اللي هو يسخن المايه ديت ويعمل لي عمليه تبخير للميه، وبالتالي كده انا اتخلصت من الميه. يبقى انا بكده بجمع الميه دي في حوض، والحوض دوت ناتج من خرطوم جاي من الفريزر من الميه اللي بيتم ايه اذابتها او التلج اللي بيتم ايه اذابته. دي طبعا طريقه صرف الميه. تعال ناخد مع بعض النشاط ده. التلاجه المركبه ذات بابين يوجد منها نوعين. تمام، ايه هما؟ طبعا ناخد بالنا، الثلاجه المركبه اللي هي البابين يوجد منها نوعين، اللي هو اذابه الصقيع بها يدويا اللي هي الديفروست، واذابه الصقيع بها اوتوماتيكيا اللي هو النوفروست. يجب التوزيع الجيد للاطعمه والمأكولات داخل الثلاجه بما يضمن وصول التبريد لكل الاطعمه، وصول التبريد لكل الايه الاطعمه. المخرج الاولاني مخرج بسيط وسهل ما فيهوش اي حاجه. تعال بقى نخش على المخرج الثاني. تعال ناخد اول نقطه معايا، دائره الهواء للتلاجات النفروست. تعال كده نبص مع بعض، ونبص عندي هنا هو الفريزر او ملف. طبعا عندي هنا المبخر، وعندي هنا المروحه، وعندي هنا هتلاقي هنا في سخانات. في التلاجات المركبه ذات التبريد الاوتوماتيكيه يوجد مروحه تدفع الهواء على ملفات المبخر، تمام، الى حيز الفريزر، ثم تعود فتسحبه مره اخرى وهكذا. وتوجد فتحة لمجاري الهواء بين الفريزر والكابينة بحيث يندفع الجزء من الهواء البارد داخل الكابينة. بالنسبة للتلاجة البابين اللي هي بيتم إذابة الصقيع بها يدويا اللي هي الديفروست، كنت أنا بحط جزء من المبخر في الفريزر اللي هي الملفات الأساسية، بعد كده بخش آخر ملفات بقى في المبخر بحطها في قلب الكابينة، وكنت بسميها المراية. تمام، يبقى جزء ملفات مبخر موجودة في الفريزر، والجزء صغير موجود في الكابينه، وطبعا اللي موجود في الكابينه دي اخر ملفات المبخر عشان تبقى درجه حرارتها ما تبقاش بدرجه حراره الايه الفريزر. تمام، ده بالنسبه للتلاجات الديفروست. طب التلاجه النفروست؟ لا، ما فيش ملفات مبخر موجوده في قلب الكابينه، كله في الفريزر. طب الهواء البارد، او انا هبرد الهواء داخل الكابينه ازاي؟ لا، ده انا اعمل لك فتحه او دكت بمرر فيه الهواء من الفريزر للكابينه. الكلام ده ازاي؟ احنا هناخد في النوع دوت او في التلاجات النفروس حاجه اسمه ثرموستات هوائي. ثرموستات الهواء ده بيتحكم في كميه الهواء اللي بتيجي من الفريزر اللي راح على الكابينه، وبيتحكم في كميه الهواء اما بالزياده او النقصان على حسب درجه الايه الحراره والبلب الحساس اللي هو مستشعر لدرجه الايه الحراره. تمام، دي بالنسبه لحركه الهواء اللي موجوده في التلاجات النفروس. نبص كده مع بعض على الرسمه اللي موجوده معايا. عندي هنا المبخر، وعندي هنا المروحة. تمام، عندي هنا السخان بيبقى في المنطقة اللي تحت خالص ديت. عندي هنا بص بقى ده مجرى الصرف. تمام، وعندي هنا مجرى الهواء.
الهواء البارد. تمام، تعال نبص على العصير المستنزل والانتفاخ الحساس اللي انا قلت لك بقى دوره مهم جدا، اللي هو بيتحكم في كمية الهواء اللي بتيجي من الفريزر للكابينة. عبارة عن غرفة هي منفاخ مملوءة بغاز مركب التبريد، وتتصل من الأعلى بأنبوبة شعرية تنتهي بانتفاخ حساس، وتتصل الغرفة ديت من أسفل بعمود، أهو بص كده، بعمود يتحكم في فتحة بوابة الهواء. شوف الفتحة هنا الهواء البارد اللي جاي من الفريزر رايح على الإيه؟ الكابينة. العمود ده اللي بيتحكم في كمية الهواء تيجي من هنا لهنا. طب الكلام ده بيتم على أساس إيه؟ عن طريق اللي هو البلب الحساس، بيحس بدرجة الحرارة. هنا جواه غاز بيتمدد بالحرارة وانكمش بالبرودة. طيب هنا درجة الحرارة مرتفعة، ايه اللي هيحصل هنا؟ الغاز هيتمدد، حجم دوت هيزيد، فيضغط على العمود دوت لأسفل، وبالتالي هيزود الفتحة، وبالتالي يدخل كمية هواء ايه؟ كبيرة. العكس صحيح، لما تنخفض درجة الحرارة ينكمش الغاز، فينكمش المنفاخ، فيسحب العمود الأعلى، وبالتالي يضيق الفتحة ديت، فيدخل كمية هواء ايه؟ أقل. ودلوقتي هجيب لك أنا جرافيك كويس جدا، بص كده. طبعا دي حالة توصيل الفصل، ادي بص شوف الجرافيك اللي معايا ده، عندي هنا درجة الحرارة مرتفعة، فالفتحة هنا كبيرة، فبيدخل كمية هواء. نبص كده مع بعض ايه اللي حصل لما هنا انخفضت درجة الحرارة، ده انكمش، ففتح الايه، سحب القلب دوت لفوق او العمود ده لفوق، فقفل ديت، وبالتالي قلل او منع دخول الهواء من الفريزر للكابين. ارجع تاني بص، على حسب درجة الحرارة، على حسب درجة الحرارة بيتم عملية التمدد والانكماش. ناخد بالنا من الرسمة دي، اللي انت بالطريقة دي تقدر تشرح عليها براحتك عشان انت فاهم. مجالات الاستخدام، يتحكم في درجة حرارة حيز كابينة التلاجة وتلاجة عن طريق التحكم في كمية تدفق الهواء. في سؤال منتشر جدا في الموضوع دوت، يجي يقول لك هو الثرموستات اللي موجود في التلاجة نفرس نوعه ايه؟ ثرموستات ايه؟ ثرموستات هوائي. طب طرفين ولا ثلاثة طرف؟ ثرموستات من النوع اللي هو الطرفين، يبقى ثرموستات هوائي طرفين، هوائي ثرموستات. المعلومة دي مهمة كويس جدا. تعال بقى نخش على ثالث نقطة موجودة معايا في المخرج الثاني، وهي مواسير اليودر. ايه مواسير اليودر ده؟ نبص كده مع بعض، عندي لما تيجي تفتح باب التلاجة، تمام، بتلاقي الحيز او الموجود تحت الكاوتش، لما تيجي تفتح الباب في كاوتش موجود كده على الباب، تمام، الكاوتش ده بيبقى مرن، تمام، لما بتيجي تقفل على الباب بيبقى محكم، وبالتالي ما بيسربش هواء يخش او يطلع، وبالتالي كده بيتم الاستفاده من كميه الهواء البارده اللي موجوده جوه. ده كويس جدا عشان ما يحصلش انتقال حراره وما زودش الحمل. طيب الباب ده لما بيجي يقفل بيبقى محكم، تمام، طب نتيجه ايه؟ بيبقى حاطط ان هو لا اما سخان لا اما حاطط مواسير اليودر على الحيز بتاع الباب، تمام، عشان يرفع درجه الحراره. رفع درجة الحرارة ديت ليها حاجتين، ليها حاجتين كويسين. الحاجة الأولانية اللي هو بيمنع تكثف بخار المية حوالين باب التلاجة، وبالتالي مش هيتجمد إيه، أو مش هيتكون تلج حوالين الباب ده، تمام، عند القفل. الحاجة التانية اللي هو بيرفع درجة حرارة الكاوتش، وبالتالي بيزود من مرونته. ليه؟ عشان لو الكاوتش دوت اللي بيجي يقفل لو نشف يحصل ايه؟ يحصل تسريب للهواء. لا، ده انا برفع درجة حرارته عشان احافظ على المرونة بتاعته. في بعض الناس ممكن تيجي تشتكي يقول لك ده انا بحط ايدي مثلا كده حوالين الباب بتاع التلاجة بلاقي هواء بارد بيطلع. ده بيجي نتيجة ايه؟ ان الكاوتش دوت في مشكلة، يا اما عايز اتغير، يا اما المرونة بتاعته عايز اظبط المرونة بتاعته. بعمل ايه؟ بجيب مية سخنة بقوم حاططها على الكاوتش ده، تمام، ميه سخنه، واقعد ايه ارشها او ادلقها على الكاوتش ده عشان ازود من المرونه بتاعته، عشان لما يجي يقفل يحكم في ايه، في الباب، وبالتالي ما يحصلش تسريب لايه، للهواء. طيب نرجع بقى، احنا قلنا مواسير يودر، ما شرحناش يعني ايه مواسير يودر. بعمل ايه؟ الضغط لما بيطلع منه بخار مركب التبريد او غاز مركب التبريد، غاز درجه حرارته ايه، مرتفعه، فعملت ايه، خدت الغاز اللي طالع من الضغط قبل ما ادخله على المكثف، وضحت جاي مدخله على ماسوره ملفوفه حوالين الباب والفريزر، تمام، عشان ترفع الموضوع ده، ترفع درجه الحراره عند حيز الباب، تمام، وضحت جاي واخد بعد كده مدخل على المكثف بتاعي.
هو الحاجة دي فيها حاجتين كويسين طبعا، لما بمرر ده الغاز الساخن حوالين حيز الباب طبعا، احنا قلنا بنرفع درجة الحرارة ومش هيتكون تلج، وهحافظ على المرونة بتاعة الكاوتش. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، ما انا مركب التبريد اللي طالع من الضغط انا عايز اعمل له عملية تكثيف ابرده، صح؟ ففي الحيز ده تمام، هو معرض لدرجة حرارة منخفضة، وبالتالي انا بعمل له عملية تبريد، وبالتالي انا بعمل عملية تكثيف كمكثف ابتدائي، تمام؟ فميزة، لا دي ميزتين بالنسبة للمكثف وبالنسبة للكاوتش اللي موجود على الباب. موضوع مهم جدا، مواسير اليودر. اتمنى يكون الناس فهمت النقطة ديت، تمام؟ نبص كده مواسير اليودر. عندي هنا الضاغط، وعندي بص كده المواسير اهي، ده الحيز الموجود على حالة الباب، تمام؟ نبص كده، ده المكثف الابتدائي وده المكثف بتاعي، تمام؟ طبعا الرسمة واضحة. وعندي هنا المبخر، تمام؟ وده ايه المواسير اليودر الموجودة على الحيز. طبعا شرحنا، قلنا بتمنع تكثف والحفاظ على مرونة الكاوتش، مكان تركيبها حوالين حافة جوانب التلاجة، حول حافة حيز التجميد وحيز التبريد مثل التلاجة، البابين العادية الديفروست. تعال نخش على رابع نقطة موجودة، وهي نظام إذابة الصقيع. حيث أن الهواء يحتوي على رطوبة، فعندما يلامس الهواء سطح المبخر عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة تجمد بخار المية الموجودة بالهواء، يتراكم الثلج على جدار المبخر، وحتى تعمل دائرة تبريد بكفاءة عالية يجب إزالة الثلج من على جدار المبخر، وذلك من أجل زيادة انتقال الحرارة. ده أنا بعمل إذابة للثلج ليه؟ لأن وجود الثلج على ملفات المبخر بيقلل من انتقال الايه الحراره. ويوجد نظام لاثابه الثلج، لما بيستخدم سخانات كهربيه لاثابه الثلج، وهو النظام الشائع للاستخدام، او بيستخدم صمامات الكهربيه. الصمامات ديت اللي انا باخد وصله كده من البخار مركب التبريد اللي طالع من الضغط، وادخله على الايه المبخر، وبالتالي برفع درجه حراره المبخر وبعمل اذابه للايه للثلج. وهوريها لك الرسمه دي دلوقتي اهي، بص كده معايا، باخد انا هنا من الضغط، وباخد هنا بين بعد المكثف الاولاني اللي هو مكثف الاضافي، باخد ممكن اقوم فاتح المحبس ده، تمام؟ واقوم فاتح المحبس ده، وهو دخل مركب التبريد، بص اقوم مدخله على الايه المبخر، اقوم مدخله على ايه المبخر، وبالتالي اقدر اعمل اذابه للثلج، تمام؟ بس طبعا الاسهل ان انا بعمل الكلام دوت عن طريق السخانات، وكل الثلاجات شغاله بالطريقه ديت عن طريق الايه اللي السخان دي بطريقة الغاز الساخن. تعال ناخد مع بعض الأعطال الميكانيكية لتلاجات النفروست، ناخد عطل كده ونفكر فيه. وحدة التبريد لا تعمل، وحدة التبريد تعمل بيبقى عدم وجود تيار أساسا بالبريز، يبقى أشوف أقاسيس الفولت وأشوف فيه تيار ولا مفيش. عندي وجود فصل في الفيشة، الفيشة بتاعت التلاجة عندي ممكن تكون فاصلة، أعمل إيه؟ أعمل شيك عليها. وجود قطع بكابل التلاجة، اعمل تشيك على الكابل. العطل التاني، الضغط يعمل مع عدم وجود تبريد كافي. الاسباب، نقص شحنة على طول، ما دام الضغط شغال ومفيش تبريد يبقى ممكن يبقى نقص شحنة مركب التبريد. طبعا اعالج موضوع التسريب، وبعد كده اعمل عملية شحن. مروحة المبخر مش شغالة، تمام؟ اعمل تشيك على مروحة المبخر. تهوية المكثف غير كافية، اعمل تشيك على وانظف شبكة الايه المكثف. بعد كده تكون كمية كبيرة من التلج على زعانف ومصير مبخر. ايه بقى الموضوع ده ازاي؟ ده نتيجة ان السخان فيه مشكلة، او عندي التايمر ما بوصلش لايه السخان، تمام؟ يبقى اعمل شك على موضوع السخان ودائرة اذابة التلج. وممكن السلموسات موجودة على اقل درجات ايه تبريد. طبعا انت عارف التلاجة بيبقى فيها سلموسات من جوه، وعندي بقرة بيبقى مكتوب عليها الدرجات من 1 2 3 4 5، دي درجات التبريد. ممكن يكون السلموسات موجودة على اقل درجات في عملية التبريد اللي هي مثلا 1، تمام؟ في الحالة ديت انا بظبط السلموسات وبعليه بقى 2 3 4 5، دي يديك اعلى تبريد ممكن ايه تشوفه في ايه في التلاجة ديت. نكمل كده مع بعض. طبعا لو انا لقيته مظبوط على درجه حراره اقل، طبعا بقوم معدل ومن خلال البقره ومظبط ان ايه الدرجه اللي انا عايزها. نبص بعد كده على العطل الثالث، صدور ضوضاء عليه اثناء عمل الوحده.
طبعا صدور ضوضاء ده بيبقى نتيجة ان ممكن يكون الضغط مش متركب كويس، والمسامير اللي هو المربوطة بيه دي هي فيها مشكلة او محتاجة لها تتربط، بقوم مربطها، وممكن الضغط يكون تالف بغيره، وممكن بقى المروحة. هي الصوت بيجي منين؟ من اي حاجة فيها حركة، تمام؟ يبقى الكشف على شيل المروحة. نخش كده على العطل الرابع، الضغط يدور مدة طويلة دون توقف، الضغط شغال على طول. ايه السبب المحتمل ان الضغط ده شغال على طول؟ اكيد بيبقى اول حاجة بفكر فيها التلاجة عليها حمل كبير، لان انا بقعد افتح واقفل باب التلاجة كتير، فطبيعي بيديها حمل وبيخلي الضغط شغال فترة طويلة، بقلل موضوع فتح الباب. بعد كده عندي تلف جوان باب التلاجة اللي لسه شارحينه النهاردة. التلف الجوان ده لو بايظ او مش مرن هيسرب هوا، وبالتالي هيزود حمل على التلاجة، وبالتالي هيخلي الضغط يشتغل فترة ايه طويلة. موجود حمل كبير داخل التلاجة، بقلل الحمل، يعني حاطط منتجات كتير قوي، يعني بلب الثرموستات غير مثبت في مكانه، بلب الثرموستات مش في مكانه، وبالتالي مش هيدي الضغط اوردر اللي هو يفصل. بتأكد من وضع البلب الايه الثرموستات، او الثرموستات بقى عكس مضبوطة على اعلى درجات تبريد، اللي انا ظبطه مثلا على 5 اعلى درجة تبريد، تمام، بقوم مظبط بكرة الثرموستات على الدرجة المناسبة. العطل الخامس، تجمد الماء في حوض تجميع وتصريف الفرost الذائب. اكيد السخان مش شغال، تمام، بيتم فحصه وغيره اذا كان تلف. تمرين عملي، التحقق من كفاءة التبريد. بيتم التحقق من كفاءة التبريد داخل الحيز، بيتأكد ازاي؟ فحص الدائرة وثرموستات الدمبر، يتم الكشف على المواسير الداخلية للمكثف، فحص ريشة الايه المبخر، ويحدد الأعطال. والخطوات بقى والخامات المطلوبة، تلاجة منزلية نفروست، تمام، العدد والأجهزة، جهاز قياس كولومب أمبير اللي هي البنسة الأمبير، جهاز اكتشاف التنفيذ، مفك عادة، مفك صليبة، بنسة بوبوس، سكينة الايه القطع، فحص دائرة الهواء وثرموستات الدمبر، انزع فيشة التلاجة، فك غطاء المبخر ورفع العازل، انزع الثرموستات من مكانه لتفادي تلفه، فك مجاري الهواء بالكابينة تأكد انه لا يوجد اي عائق، فك وفحص ثرموستات الدمبر وتأكد من صلاحيته، اعد تجميع ما تم فكه بالخطوات السابقة. عايزين بقى نخش على موضوع مهم جدا، وهو المخرج الثالث، وانا هنتكلم فيه على دايرة الميكانيكية، وهنتكلم فيها على حاجة مهمة جدا، وهي خريطة البي اتش دياجرام. موضوع مهم جدا ومحتاجين ان احنا نفهمه. الخريطة بيبقى فيها خطوط كتير جدا، المفروض ان انا افهمها كويس اوي. بس قبل ما اخش على المخرج ده، تعالى كده ناخد بعض الاسئلة اللي موجودة في نهاية المخرج التاني، وتعالى كده نجاوب عليها مع بعض ونفهمها كويس جدا، لان انت بيبقى المطلوب منك في نهاية المخرج تجاوب على الأسئلة دي. تعالى كده نجاوب ونشوف. بيقول لي اكتب البيانات على الرسم، وبين نظرية عمل اكتب بيانات ما يشير إليه الرسم. تمام، عندي هنا زي ما انت شايف كده أنبوبة شعرية، وهنا منفاخ ممر هواء، ده اللي هو الايه الثرموستات الهوائي. عندي هنا بكرة ضبط الثرموستات، أنبوبة شعرية، انتفاخ، وده عند الياي، وعندي هنا الهواء القادم من المبخر، وهنا عمود دمبر الهواء، وهنا دخول الهواء إلى الكابينة. شوف هنا برضو نفس الكلام، اكتب البيانات، رقم 1 ده المبخر، رقم 2 اللي هو هنا ده اللي هو المروحة، رقم 3 السخان، رقم 4 اللي هو مجرى الهواء، ورقم 5 مجرى الصرف. مقارنة بالتلاجة العادية الديفروست وتلاجات النفروست، اللي هو تلاجات الديفروست بيتم إزالة الصقيع يدويا، إنما تلاجات النفروست بيتم إزالة الصقيع بها أوتوماتيكيا. مواسير اليودر بتعمل على منع تكاثف الثلج على باب التلاجة، ويحافظ على مرونة كاوتش باب وكابينة باب الكابينة وباب الفريزر. أكمل العبارات التالية، الثلاجة المركبة ذات البابين يوجد منها نوعين، إزالة الصقيع بها يدويا وأوتوماتيكيا. يجب التوزيع الجيد للأطعمة والمأكولات داخل التلاجة النفروست بما يضمن وصول التبريد لكل الأطعمة. دائرة الهواء للثلاجات النفروست، في التلاجات المركبة ذات دائرة تبريد الأوتوماتيكية النفروست يوجد مروحة تدفع الهواء على ملفات المبخر إلى حيز الفريزر،
ثم تعود فتسحبه مرة أخرى وهكذا، وتوجد فتحات لمجاري الهواء بين الفريزر والكابينة بحيث يندفع جزء من الهواء البارد لتبريد الكابينة. تمام، وخدنا الجزئية ديت في موضوع الثرموستات لما شرحنا إنه بياخد الهواء من بمرر الهواء من الفريزر للكابينة. أكمل العبارات التالية: التلاجة المركبة ذات البابين يوجد منها نوعين، يتم إزالة الصاجة بها دوائيا وأوتوماتيكيا. يجب التوزيع الجيد للأطعمة والمأكولات بما يضمن وصول التبريد لكل الأطعمة. طب هات العطل ده: تجمد الماء على حوض تجميع وتصريف الفرو الذائب اللي احنا تلف سخن الحوض لسه واخدينه. الضغط يدور مدة طويلة دون توقف، زيادة عدد مرات فتح الكابينة، والنقطة اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي. تمام، وحدة تبريد لا تعمل. شوف هنا بقول لك ايه، وحدة تبريد لا تعمل في هنا بقى جايب لك نقط وانت اللي تكمل. يتم هنا بقول لك العلاج يتم فحص البريزة باستخدام لمبة اختبار. فحص البريزة يبقى اكيد البريزة ما فيهاش تيار. وصلات كهربائية غير جيدة، وصلات كهربائية غير جيدة يبقى مراجعة الوصلات. تهوية غير كافية للمكثف يبقى عملية تنظيف لعملية المكثف. تلف الثرموستات يبقى عمل كسر على الثرموستات في انذار الضغط دل على تلف الثرموستات يعني بختبره. صدور ضوضاء عالية أثناء عمل الوحدة، يتم التأكد من الأرضية المثبتة. تمام، يبقى الأرضية غير إيه؟ مستوية. مسامير ربط الضغط مفكوكة، أربطها. تلف الضغط أغيره. ضوضاء صادرة من المروحة، أكشف على ريش المروحة. ارتفاع ضغط الطرد، التأكد من نظافة الإيه؟ المكثف. كده انتهينا من المخرج التاني. نخش على المخرج التالت اللي هو المهم جدا، والدائرة الميكانيكية للتلاجات النفروست. الدائرة الميكانيكية، نخش كده مكونات الدائرة عند الضغط. هو من نوع ترددي المحكم القفل، وتتوقف قدرته على الساعة التبريدية للتلاجة. تاني نوع عندي، تاني حاجة في المكونات، المكثف هو من النوع الذي يبرد بالهواء الطبيعي أو تبريد هواء جبري. جبري يعني ملف وأمامه مروحة، وعادة يشمل على مواسير حول حواف جوانب التلاجة اللي هو اليودر، مواسير اليودر مثل تلاجات البابين العادية. بيبقى جزء من المكثف، احنا قلنا هو بيبقى اليودر. وأداة التمدد اللي هي الأنبوبة الشعرية، وهي من النوع الماسورة الشعرية، وتعمل على خنق ضغط، تعمل على خنق وخفض ضغط سائل مركب التبريد وتجعله في صورة سائل مرزز. عندي المجفف اللي هو الفلتر، يعني امتصاص الرطوبة وحجز الشوائب. عند المبادل الحراري، ده طبعا بيبقى جزء من الماسورة الشعرية وجزء من ماسورة السحب. وده المبادل الحراري بيعمل حاجتين مهمين جدا، هو التحميص والتبريد الدوني اللي احنا هنشرحها قريب جدا. مكونات الدائرة الميكانيكية بنكمل فيها: المبخر هو من نوع ملف وأمامه مائية مروحة. تمام، مزعنف في شرائح من الألمونيوم اللي هي الفينس، ويوجد أمام إما في وجه حيز الفريزر أو في أسفل حيز الفريزر. يتم تبريد الكابينة بجزء من هواء الفريزر البارد اللي جاي من عن طريق مجاري الهواء، وهذا من نوع من التلاجات اللي عليها نوفروست. مفيش تجمد، مفيش تجميد، مفيش تلج يتكون أساسا. تمام، تعال بقى ناخد نظرية العمل ونشرحها كده مع بعض. طبعا نظرية العمل زي أي نظرية عمل أي دايرة تبريد، عند ضغط وعند مكثف وعند أداة انتشار وعند مبخر. الضغط يعمل على رفع ضغط مركب التبريد، بيدخله على المكثف ضغط عالي ودرجة حرارة عالية. المكثف يعمل عملية تكثيف، يعمل على تحويل مركب التبريد من الحالة الغازية للحالة السائلة عن طريق طرد الحرارة. بعد كده يدخل السائل دوت على الأنبوبة الشعرية التي تعمل على خنق مركب التبريد وخفض ضغط مركب التبريد من ضغط عالي لضغط منخفض. وبالتالي لما يجي يخش على مركب التبريد سائل على المبخر، يحصل عملية غليان لمركب التبريد نتيجة امتصاص الحرارة من الحيز اللي موجود، وبالتالي بيحصل غليان وتبخير لمركب التبريد وتحويله من الحالة السائلة للحالة الغازية ويخش على الضغط مرة أخرى. دول الأربع أجزاء الأساسيين في دائرة التبريد. فأنا بشرح لك دلوقتي كل جزء بيمر فيه مركب التبريد في الدايرة بيعمل فيه إيه واللي بيحصل لمركب التبريد. تمام، أما في المبخر هو ده أهم حاجة، اللي هو بيمتص الحرارة من المنتج وبالتالي بيغلي مركب التبريد فيتحول من صورة لصورة. يبقى امتصيت وتحول من امتص الحرارة يعني عمل تبريد للمنتج، وحول مركب التبريد من الحالة السائلة للحالة الغازية ودخل للضغط مرة أخرى غاز، وهكذا تتم عمل الدورة. في حاجات بتعمل تحسين أداء الدورة زي الفلتر، بيعمل على امتصاص الحرارة، بيعمل على امتصاص الرطوبة الموجودة في قلب دائرة التبريد، ولو في شوائب بيحجزها. طبعا ده موجود في خط السائل بعد المكثف مباشرة قبل الأنبوبة الشعرية. تمام، عندي مبادل حراري بيبقى بين
خط السحب وخط السائل بيعمل تبادل حراري بين الخطين، بستفاد من الموضوع دوت لو بيعمل عملية تحميص وتبريد دوني، وهنشرح الموضوع ده كويس جدا، يعني ايه تحميص ويعني ايه تبريد دوني اللي بيعمله المبادل الحراري. تعال بقى ناخد تطبيقات على خريطة البي اتش. طبعا اهم حاجة بحط عيني على الاجزاء الاساسية، ضغط مكثف اداة انتشار مبخر، الضغط هو بيعمل عملية سحب وطرد، بيخش على المكثف ومكثف مباشرية وبعد كده على المبخر. تعالى كده تعريف الانصار بي، دي بعض التعريفات المهمة جدا، خاصية من خواص النظام وتساوي مجموع الطاقة الداخلية مضاف إليها طاقة السريان عند الانتروبي وعند الضغط، هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة. خريطة الضغط الانصلبي، نخلي بالنا بقى من الخريطة هنا ونركز فيها كويس جدا، دي علاقة بين الضغط اللي هو البريشر والانصلبي اللي هو الاتش. تمام، الضغط بيتقاس بالبار او ميجا باسكال، الاتش بالكيلو جول لكل كيلو جرام، ده الكيرف بتاع منحنى الاداء بتاع مركب التبريد. طبعا كل مركب تبريد ليه الخريطة بتاعته، بس هو الشكل واحد بس الدرجات والنتائج اللي بتاخدها مختلفة تماما من مركب تبريد للتاني. تمام، يعني انت لو تشتغل على مركب تبريد 134 ايه تقوم جايب الخريطة بتاعت مركب تبريد 134 ايه، وتيجي بقى تشوف تبص على المنحنى ده، ده اسمه منحنى التشبع. خلي بالك الخط ده التشبع من هنا لحد النقطة الحرجة ديت، احنا بنتكلم على تشبع مركب تبريد في حالة غاز 100%. اجي بقى من النقطة الحرجة هنا وانزل بيها تحت ده سائل، يعني اي نقطة تقع في المنطقة دي فهي سائل، اما هنا بتعتبر غاز محمص، غاز وبرفع درجة حرارته بيبقى غاز ايه محمص. طب المنطقة اللي في النص هنا اللي وقع بين الخطين بقى بين ده وده الغاز والسائل، ده منطقة خليط ميكس بين الغاز والسائل. ادي الخريطة وادي شكل الخريطة معايا، تعال نشوف الخطوط الرأسية، دي خطوط الاتش اللي هي الانصلبي، الخطوط الافقية دي خطوط الضغط اللي هو البريشر. نبص كده مع بعض، دي الخطوط اللي هي المايلة دي خطوط الانتروبي، نبص دي خطوط درجة الحرارة، عندنا 50 20 وهكذا درجة الايه الحرارة، ودي خطوط الحجم النووي. تعالى كده ادي شكل الايه الخريطه. طب انا بص حطيت نقطه هنا على الخريطه على هنا على الغاز، على خط التشبع الغاز. تمام، تعالى كده نشوف بقى نقدر نجيب عندها الضغط والانصلبي ونكمل بيت الخواص. ادي الضغط 10 بار خط افقي، ادي الانصلبي خط راسي، اتش بيساوي 420 كيلو جول لكل كيلو جرام، ده الحجم النووي تمام بالمتر مكعب لكل كيلو ايه جرام، دي درجة الحرارة، ده خطوط الانتروبي. تعالى بقى هنا ايه ده بيتكلم على معامل الجفاف اكس، هتلاقي الدرجات بتاعته موجودة تحت ايه 1 من 10 2 من 10 3 من 10، هنا 0. يعني ايه معامل الجفاف دوت؟ النسبة بين كتلة بخار مركب التبريد للكتلة الكلية لمركب التبريد، يعني نسبة البخار الموجودة في مركب التبريد. طبعا هنا هتبقى النسبة 100%، هتلاقي هنا بواحد. تمام، بص هنا 9 من 10 هنا بواحد، يعني ده نسبة ايه كله بخار. طب تعالى هنا بقى عند الزيرو خط التشبع اللي هو السائل ده، هتلاقي هنا ايه صفر. صفر ليه؟ لان مفيش بخار. تمام، صفر بخار، وبالتالي هديني معامل الجفاف هنا ايه بصفر 1 من 10، كل ما بمشي كده بيزيد معايا. طب شوف هنا بيقول لي ايه معامل الجفاف، درجة حرارة 40، ادي درجة الحرارة 40 تمام، ومعامل الجفاف 1 من 10، فين 1 من 10؟ اللي هو هنا ده، اقوم طالع فوق اهي 1 من 10، هي دي النقطة، دي النقطة لو قال لي ان درجة الحرارة جاهزة ومعامل الجفاف ايه كذا، عندها اقدر اجيب الضغط، الضغط هنا 10 بار، واجيب الانصلبي انزل بخط تحت اقرا قيمة هيلاقي هنا 270 كيلو جول لكل كيلو جرام. ده مثال تاني يقول لي درجة الحرارة -10 والإكس بإيه؟ بواحد، أو معامل هنا عند درجة الحرارة بـ10 والإكس بواحد عند خط التشبع الغاز. يعني أجيب هنا الضغط وأجيب الإنصلب، الضغط هنا 2 بار، الإنصلب هنا عندي قيمته 390 أو 392 كيلو جول لكل كيلو جرام. تعال نشوف المثال ده، مركب تبريد أمونيا 717 حالة بخار محمص،
عند اكس بواحد، تمام، درجة حرارة سالب 20. تعال نخش كده نجيب الداتا على طول نكتبها، تي واحد وتي اتنين، وعايز الضغط والانصلبي والحجم بس بعد الانضغاط، تمام. يعني هو تم ضغطه من درجة حرارة سالب 20 لحد ما وصل ل 100، عايز البيانات كلها بس ايه بعد الانضغاط. نخش على الخريطة عندي هنا اهوت، نجيب اول حاجة تي سالب 20، وعندي هنا تي ب 50، تمام، وعندي هنا الاكس بواحد، يعني عندي خط التشبع هنا اقوم هنا، يبقى انا بعد كده عملت عملية انضغاط بثبوت الانتروبي وصلت للنقطة التانية اللي انا عايز عندها الخواص. طب جيب بقى الضغط 20 بار، الانصالبي 1820 كيلو جول لكل كيلو جرام، وهنا لو عايز اجيب الحجم النووي 1/10 متر مكعب لكل كيلو جرام، تمام. طبعا دايرة التبريد عندي ضغطين، ضغط المكثف وضغط المبخر، وده اللي انا بمشي عليه، وهناخد مثال توضيح للكلام ده. اول حاجة العمليات بقى اللي بتتم على خريطة البي اتش، اول حاجة الشغل، شغل الضغط. لو احنا قلنا هنا مثلا عندي هنا الضغط مكثف صمام التمدد مبخر، قبل الضغط وبعد الضغط احط رقم وبعديها احط رقم، يبقى هنا 1 2، والمكثف نفس الكلام يبقى 2 3، اداة الانتشار نفس الكلام يبقى 3 4، المبخر 4 1، يبقى من 1 ل 2 ده شغل الايه الضغط. طب هنا في الدايرة عندي عبارة عن ايه، ضغطين، ضغط عالي اللي هو ضغط المكثف، وضغط الايه المنخفض اللي هو ضغط المبخر، اهو اقوم عامل الضغطين. مجرد ان انا اعمل الضغطين على طول عرفت النقطة واحد اللي هي بتقع على خط التشبع، تمام، مع خط ضغط المكثف طلعت النقطة واحد، ونفس الكلام خط التشبع مع ضغط المكثف اجيب النقطة 3، وانزل هنا انا اجيب النقطة 4، وبالتالي جبت اتش 3 واتش 4، وهنا جبت ايه اتش 1، اطلع هنا خط بثبوت الانتروبي اقوم جايب اتش ايه 2. طب شغل الضغط اجيبه ازاي، الضغط بين كام وكام، من 2 و1، هيبقى اتش 2 ناقص اتش ايه 1، ولو عايزه بالكيلو وات بضربه في معدل سريان مركب التبريد اللي هي الماس فلوريت اللي هي الام دوت بالكيلو جرام على الثانية، وبالتالي تطلع لي البي بالكيلو وات. طب بالنسبة بقى الحرارة المطرودة من المكثف اللي المفقود بتبقى ايه، فرق الاتشات اتش ايه ناقص اتش ايه، فرق الاتشات حوالين المكثف، المكثف بين 2 و3، يبقى اتش 2 ناقص اتش 3 بالكيلو جول لكل كيلو جرام، عايزها بالكيلو وات اضرب في معدل السريان اللي هو الماس فلوريت من 3 ل 4، دي عملية الايه الخنق في الانبوبه الشعريه ما فيهاش قانون. تعالى بقى نخش على الحراره بقى اللي هو الممتصه في المبخر اللي هي المكتسبه، المبخر بين كام وكام، 1 و4، هيبقى اتش 1 ناقص اتش ايه 4، عايزها بالكيلو وات اضربها فين، في الام دوت، تمام. المبادل الحراري بيعمل على حاجتين ودي هنسيبها في الاخر خالص، المبادل الحراري بيعمل على عمليه تحميص وبيعمل على عمليه تبريد دوني. عمليه تبريد دوني بيتم هو بينقل لك النقطه 3 ل 3 شرط. طب عملية التحميص بينقل لك من 1 ل 1 شرطة، بيضمن هنا ان الضغط يخش له بخار محمص 100%، يعني البخار قبل ما يخش على الضغط برفع درجة حرارته كمان عشان اخليه محمص، تمام، عشان اتأكد ان هو ما فيهوش اي نسبة من السائل. ده مواد الحرارة ده مهم جدا وبيزود لي من كفاءة الدايرة، ده اللي هنشرحه عمليا لما نيجي نتكلم على مثال بدايرة فيها مواد حراري واجيبها قبل المبادل وبعد الايه المبادل. هو بيعمل على زيادة التأثير التبريدي وزيادة شغل الضغط. تعالى ناخد بقى مثال، بقول هنا البي ودرجة الحرارة، البي 2.5 بار ده مثال اهو، والتي ودرجة الحرارة 30 30 اهي، وبالتالي انا كده جبت النقطة، عند النقطة ديت هات الانصلبي وهات الحجم النووي، الانصلبي اخد خط رأس لتحت واجيب القيم اهو، تمام، واجيب الضغط، احنا طبعا انا عايز الضغط اللي عايز الانتروبي، تمام، والحجم النووي، الخطوط اللي احنا المايله دي، يبقى لازم اول حاجه ابقى عارف الخطوط بتاعته واقدر اوضحها من بعض. ناخد المثال اللي بعد كده، جايب لي الايه الانتروبي وجايب لي الانسالبي، ادي الانسالبي وادي الانتروبي، وهي دي النقطه اللي انا عايزها. اجيب بقى الضغط امشي شمال واجيب اقرا قيمة الضغط، طلعتها ب 2.8 بار،
اجيب درجة الحرارة واجيب ايه الحجم النوعي متر مكعب ايه بير كيلوجرام. ادي مثال تالت، البي باربعة بار او جايب البي والحجم النوعي. شوف احنا جبناها بكذا طريقة بكذا شكل، اهم حاجة تقاطع خطين اجيب النقطة، وعند النقطة دي ابدأ اجيب خواص الايه الفريون. اجيب هنا الانصالبي اتش 440 كيلو جول كيلو جرام، الانتروبي، وعندي هنا اقدر اجيب التي. نكمل اكس بيساوي واحد يعني على خط التشبع، وعندي تي واحد وتي اتنين. ادي تي واحد، وروح هنا عندي تي اتنين، اجيب الاتنين اتقابلوا مع بعض يبقى كده جبت ايه اتنين. طبعا اجيب بقى ايه الاتش والبي والفي بعد الانضغاط. ادي الاتش طلعتها ب 430، البي ب 11 بار، الفي اللي هو الحجم النوعي طلعته ب 2% متر مكعب بير كيلو جرام. تمام. طب التأثير التبريد اللي هو الار اي ريفريجرنت افكت بيساوي ايه؟ التأثير التبريد يعني احنا بنتكلم على مبخر، يبقى عندي هو الار اي بيساوي ايه اتش واحد ناقص اتش ايه 4 معامل اداء سي او بي. بالنسبة بقى للسي او بي موضوع مهم جدا. السي او بي من الحاجات المهمة جدا في خريطة البي اتش، وبيطلع لي ميزة قوية جدا. يعني ايه السي او بي؟ الكوفيشنت اوف بيرفورمانس. معناه ايه؟ ده معامل اداء دار التبريد. ولما اجي اقول لك سي او بي قول على طول كده المستفاد على المعطى، انا استفدت ايه على انا اديت ايه. طب انا في دار التبريد انا استفدت ايه؟ استفدت تبريد، اللي هو التأثير التبريد اللي هو الار اي، يبقى دوت موجود في البسط، ده اللي انا استفدته. طب في المقام بقى انا اديت ايه؟ انا اديت في الوحده شغل الضغط، ده اللي انا بديه له شغل. تمام. يبقى على الدبليو سي ورك كومبريسور. تمام. يبقى السي او بي بيساوي الار اي على الدبليو سي المستفاد على المعطى اللي انا استفدته على اللي انا اديته في دايره التبريد. الموضوع ده مهم كويس جدا. في الحاله دي لما اجيب السي او بي هيبقى انا جايب بقى الار اي اللي هي ريفريجنت افكت اللي هي التاثير التبريدي، واجيب بقى الورك كومبريسور اللي هو شغل الضغط، وبالتالي اقسم دوت على دوت يطلع لي السي او بي. طب تطلع لي بوحده ايه؟ بدون وحده. اللي انت عملت هنا اللي فوق وحدته كيلو جول لكل كيلو جرام، واللي تحت كيلو جول لكل كيلو جرام، شيل ده مع ده يطلع لي سي او بي بدون وحده. تمام. تعال نكمل مع بعض معامل اداء بدون وحده. ماشي. ناخد بقى يعني مثال مهم جدا في التطبيق بقى. بيقول لي ايه؟ يستخدم مركب تبريد فريون ار 434 ايه كمائع تشغيل في دورة تبريد بانضغاط البخار، اذا كان الانصلب البخار الخارج من المبخر الانصلب بتاعه كذا، وانصلب السائل المشبع الخارج من المكثف قدرته كذا. تمام. اوجد درجة حرارة الطرد وضغط المكثف وضغط المبخر ومعامل الاداء. يعني ده كله اقوم جايب الداتا على طول، المعطيات الاتش واحد الاتش ايه تلاتة، خلي بالك تي ايه اتنين، خلي بالك بقى اخش على الخريطة على طول واجيب الكلام ده اطبق الاتش واحد اهي. تمام. قابل خط التشبع تبقى دي النقطة رقم واحد، خلي بالك. طب اتش تلاتة اهي قابل خط التشبع، عندي خط التشبع ده عند نقطة واحد مع خط التشبع عرفت اجيب النقطة دي. وهنا نفس الكلام لما احط ايه عندي التي، بص كده معايا كده انا جبت الانصلبي، الانصلبي ده والانصلبي ده تمام اتقابلوا مع الخط ده والخط ده، يبقى انا كده جبت الضغطين المكثف والمبخر. تمام. مديني تي 2 هو عايز، نبص اجيبها ازاي بقى. خلي بالك الاول اجيب واحد وتلاتة واربعة. اول حاجة الضغط على طول لازم اجيبه سهل جدا، او مدي ده وجا ار قيمة الضغط، ومدي دوت واجيب قيمة الضغط، دي سهلة ما فيهاش اي حاجة. عايز درجة الحرارة عند اتنين، طب اجيب بقى نقطة اتنين الاول، اطلع الخط بثبوت الانتروبي، وبالتالي كده اجيب قيمة التي اللي هي واقع بين درجة الحرارة دي ودرجة الحرارة دي. ادي اتنين اهي، اقرا قيمة درجة الحرارة الاقيها. طب هو جاب الاتش الاول، اخد تحت واجيب الايه الاتش، وبعد كده اجيب درجة الحرارة. موضوع كويس جدا. بعد كده بقوم بقى من خلال القوانين اللي انا استخدمتها، عايز
اجيب بقى السي او بي. السي او بي بيساوي ايه؟ الار اي على الدبليو سي، صح؟ طيب انا عندي الار اي بيساوي ايه؟ اتش 1 ناقص اتش 4، والدبليو سي اتش 2 ناقص اتش 1. مجرد الاتشات دي كلها عندك عوض بيها، هتطلع لك سي او بي ب 8.8 من 10. تمام. دي برضو مثال تاني للتلاجة منزلية كذا، ومديك عندك درجة حرارة التبخير ودرجة حرارة المكثف. تعال نخش ده كله على الخريطة ونعوض بالكلام ده، نشوفه ازاي. عندنا اهوت مدين هنا درجة الحرارة ومدين هنا درجة الحرارة، وبالتالي كده انا جبت نقطة واحد اقوم على طول، وطبعا لما انضغطت يبقى كده جبت نقطة اتنين، تمام. وطبعا انا جبت تلاتة واربعة، تمام. اتش واحد اجيبها بالطريقة ديت، واتش اتنين واتش تلاتة واتش ايه اربعة، تمام. طبعا مدام انا جبت الاتشات الموضوع بالنسبة لي بقى سهل جدا، لان انا بحط قوانين وبعوض فيها. بجيب الدبليو سي واجيب الكيو سي واجيب كميه الحراره المنتصبه والمبخر، تمام. خلي بالك ما هو مديني الام دوت بواحد كيلو جرام، تمام. انت لو ضربت في الام دوت يديني الواحد على طول بالكيلو ايه وات. معامل الاداء للدور التبريد لو بقوم عامل قاسم الار اي على الدبليو سي، تمام. موضوع مهم جدا وسهل جدا، وعندنا الامثله كتيرة قوي في الموضوع دوت. خريطة البي اتش من الخرائط اللي هي المهمة جدا زي الخريطة السيكرومترية، بس لازم نفرق بين خريطة البي اتش والخريطة السيكرومترية. خريطة البي اتش انا بتعامل مع مركبات التبريد، لكل مركب تبريد للخريطة بتاعته. اما الخريطة السيكرومترية احنا بنشتغل على ايه؟ خواص الهواء، فهي خريطة واحدة للسيكرومترية اللي هي بتتكلم على الايه؟ الهواء. موضوعنا النهارده كان مهم جدا وممتاز جدا، بنتكلم على الدائره الميكانيكيه للثلاجه المنزليه اللي هي النوفروست، واتكلمنا على المخرج الاولاني والثاني والثالث لحد ما وصلنا لخريطه البي اتش ديجرام اللي هو موضوع مهم جدا وعليه امثله قويه جدا شرحنا منها. حاول انت بقى ايه تتابع معايا، وبحيث ان انت تشوف المسائل وتحاول تحل، ولازم تحل بايدك. اجيب الخريطه البي اتش مثلا، خريطه البي ال 134 اي، وابدا اشتغل عليها مره واثنين وثلاثه لحد ما ايدي تاخد على الخريطه بفهمك. من غير ما تشتغل على الخريطه مش هتعرف تنفذ، لازم تنفذ بايدك. اتمنى يكون الموضوع وصل لك كويس جدا النهارده، اتمنى يكون من ربنا اكون انا وفقت في توصيل المعلومه. وكده نكون احنا وصلنا لنهايه الحلقه، اشكركم جدا ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.